اللبنانية ليلى عبد اللطيف تكشف عودة تامر حسني لبسمة بوسيل. إليكم التفاصيل. توقعت ليلى عبد اللطيف عودة بسمة بوسيل إلى عصمة زوجها النجم تامر حسني عاجلا أو آجلا، مؤكدة أن بسمة الوحيدة المتوجة على قلب تامر حسني. ونفت ليلى أي صلة لها بعالم النجوم، ورددت مع منتقديها المقولة الشهيرة الكذب المنجم ولو صدقوا أو صدفوا، وقالت إنها ليست منجمة وما تتوقعه منبعه الإلهام والإحساس فقط. لست منجمة ولا علاقة لي بالأبراج والنجوم، قالت ليلى عبد اللطيف في أحد البرامج الحوارية للرد على الجدل المثار بعد تحقق توقعها بالانفصال المفاجئ لياسمين عبد العزيز عن أحمد العواضي. أنا لست منجمة ولا علاقة لي بالأبراج والنجوم، وما أتوقعه هو مجرد إلهام وإحساس، ولا يضيقني ترديد البعض مقولة كذب المنجم ولو صدقوا أو صدفوا، لأنني شخصيا أرددها. وحول توقعها لمستقبل العلاقة بين تامر حسني وبسمة بوسيل، قالت ليلى عبد اللطيف أكثر إنسانة في قلبه وروحه هي بسمة، وهي بتجعله البسمة دايما في حياته وبالبيت والأولاد، ومن غيرها ما عندوش بسمة في حياته وقلبه، وهيرجع لها إن شاء الله يوما ما. ويذكر أن الأنباء عودة بسمة بوسيل لعصمة تامر حسني انطلقت مع يوم الأول من العام الجاري، عندما احتفل النجم تامر حسني بحلول العام الجديد بصورة عائلية دافئة مثيرة للجدل، جمعته بزوجته السابقة بسمة بوسيل وأطفالهم الثلاثة. وظهر تامر حسني بجلباب أبيض، بينما ظهرت ابنته بعباءة مغربية باللون الأسود. واحتضن تامر بسمة، ما أثار شكوك متابعيه حول عودة الأخيرة إلى عصمة زوجها، خاصة وأنها صرحت بأن تجربة طلاقها كانت صعبة وقاسية، ولكن تدخلت بسمة لتؤكد أنها وافقت على التقاط الصورة من أجل أولادها، ونفت تماما عودتها لمنزل الزوجية. ونشر تامر حسني صورة له رفقة أبنائه وبسمة بوسيل عبر حسابه الرسمي على الانستغرام، وعلق عليها قائلا: كل سنة وانتم طيبين، ويا رب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية. ووضعت بسمة بوسيل التعليق الأول قائلة: عام سعيد، ولكنها لم تعد مشاركة الصور العائلية عبر حسابها الرسمي. وتحدثت بسمة بوسيل لأول مرة عن تجربة الطلاق من تامر حسني، وكشفت المزيد من الكواليس عن طريقة تربية أولادهم، مؤكدة أن أطفالها يملكون موهبة الغناء بالوراثة عنها وعن تامر، ولكنها حريصة على تعليمهم أصول البيزنس، وتوقعت أن تحترف ابنتها أمايا عالم الموسيقى. بسمة بوسيل ظهرت في بودكاست دقيقة نفهم الذي يبث عبر اليوتيوب لتقديم خبرتها الشخصية كرائدة أعمال، واختارت إطلالة بسيطة عبارة عن بيجامة من حرير. واعترفت في البداية أن العامين الماضيين شهد أوقاتا صعبة جدا بسبب وفاة والدها ثم تجربة الطلاق من تامر حسني. وأضافت بسمة بوسيل: الطلاق أصعب قرار، صعب قوي أنك تبني حاجات على مدى سنين وفجأة تشوف أنها لازم تتهد، ما عنديش شيء تاني أصعب من كده، والطلاق يبقى صعب جدا خاصة لو في أولاد. وحول موقف أولادها من الانفصال، قالت بسمة بوسيل: أعتقد أولادنا متفهمين موضوع الطلاق، لأنهم شايفين العلاقة بينا بقت أحسن، ومش بالضروري إننا معرفناش نكمل كزوجين ما نبقاش أصدقاء. وقالت بسمة بوسيل عن أولادها: أنا طول الوقت شغلهم بحاجة تشغل دماغهم، هي بتبقى متعبة ولكن أحسن من أنهم يضيعوا وقتهم في اللعب. أنا بحس أن المدارس ما بتعلمناش اللي الحياة بتعلمه لينا، وأنا بنمي البيزنس في شخصية ولادي، وباقت أوديهم معايا اجتماعات. وبنتي عندها 10 سنين عملت براند لنفسها واخترت اسم واللوجو، وكنت مبسوطة قوي بيها. وأضافت: أولادي علموني حاجات كثيرة قوي، أولهم أعرف قيمة أمي، وهم أكبر إنجاز عملته في حياتي، وهم الحب الحقيقي وأصدقائي، بيحسسوني بأحلى المشاعر اللي في الدنيا بدون مقابل، وهم طول عمرهم أولوية بالنسبة لي، ربينا إدالي أحلى حاجة في الدنيا.
وأضاف الطبيعي أن أولادي يطلعوا بيغنوا علشان صوتي وصوت أبوهم، وحس إن أمايا هتبقى النجمة. وسبق أن أكدت الفنانة بسمة بوسيل انتهاء الأزمات بينها وبين زوجها السابق النجم تامر حسني، وعلقت رسالتها الرقيقة الأخيرة مؤكدة أن مكانته عندها هي نفس مكانتها عنده، ما دفع عدد كبير من جمهورها للمطالبة مجددا بالتراجع عن فكرة الطلاق والموافقة على لم الشمل. بسمة بوسيل دللت تامر حسني باسم الدلع المفضل تيمو، وقالت عبر خاصية الستوري بحسابها على الانستغرام: يا تيمو انت كمان عندي زي ما انا عندك، وربنا يوفقك في شغلك. ووجه تامر حسني رسالة توضيح لكل جمهوره رافضا الربط بين اصدار اغاني حزينة وبين انفصاله مؤخرا عن بسمة بوسيل، وأشار إلى أن زوجته السابقة كانت شريكة له في اختيار الأغاني قبل وقوع الطلاق. وقال في رسالة مطولة عبر حسابه على الانستغرام ملاحظ: إن في بعض التعليقات كلما أنزل موضوع أغنية أو أهزر معكم بعض الناس بيربطوه بحياتي الشخصية، ده غلط يا جماعة. وأضاف: أولا مش أنا اللي ممكن أعمل كده، ورغم الظروف الحالية ما زلت أكون لبسمة كل الحب والاحترام، ده غير إن هي شاركتني في اختيار أغانية، ومهما يحصل دي في دمي وأم أولادي، وعلاقتنا كويسة جدا دلوقتي، لو طلبت عناية مش هتأخر.